فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخامسة. نحكي على تتويج ترجي بالبطولة سامي العكريمي. مستمر على السامي ترجي أكيد، هل هنو أقوى من الناس الكل؟ معناه باش يفوز ببطولة قبل ثلاثة جولات، البطولة الرابعة على التوالي، وينهم بقيت الجمعيات سامي؟ رغم ما كنت تحكي فيه من دي ديفايونس. معناه شوف سامي العروس يتكلم على أشياء أساسية. هبش نرجع لك فينهم الجمعيات الأخرين. قوة ساعة نحب نقول حاجة، اللي ثم قد نسعنا 14 فريق، احنا في الفريق الوطني ثم 13 فريق يحلم بش يكون عنده أزمات وبش يكون منتقد وبش يكون مستهدف وكل ويهز البطولة. معناتها ستان تري جران ميريت، وهدايا معناتها حاجة تتعاود في البطولة التونسية. دونك في النقاش، في النقاش معناتها لو ميريت دو لسبرانس موجود، ميريت لسبرانس موجود. سبرانس عندها الإدارة، سبرانس عندها الماديات، والسبرانس ديما البروفيت معناتها من الضعف وعدم استقرار الفرق الأخرى. وحتى على المستوى الرياضي، الترجي الرياضي التونسي، وبعد نتكلموا على الإدارة الفنية، ثم شبه سياسة فنية في الترجي الرياضي التونسي، بما أنه تشري وتبيع. الترجي الرياضي التونسي اللي ثم العديد من الفرق التوانسة يشريوا وما يبيعوش، بيع مش برشا، خاطر برشا خرجوا فانت كونترا. اي جوست اي، لكن ثم معناتها دبر الكونترات باين مطلوبين. ثم لاعبيه مطلوبين. مثلا نجي نقول لك انا بالنسبه لي كصحفي، انا موجوع انه الفريق الاول في تونس ثلاثة ارباع نتاعو مش توانسه، وهذا يطرح سؤال كبير: اين الاداره الفنيه للترجي الرياضي التونسي؟ وقت نقول الاداره الفنيه للترجي الرياضي التونسي، نتكلم على 30 سنه الاخرين، مانيش نتكلم على عام ناول ولا ولت عام ناول ولا على عام سنه. اين الاداره الفنيه؟ ثم ناس، ثم اداره فنيه، ثم ناس يخلصوا، ثم ناس يكونوا. تقصد وين مولد الترجي؟ معناها معناتها من المفروض انه كيف عندك اداره فنيه وعندك ناس يخلصوا وناس هذوكم، نشوفوا النتيجه هذيك على مستوى الاكابر. ثم حلقة مفقودة كبيرة ياسر في الترجي الرياضي التونسي. لو نقول حلقة مفقودة كبيرة ياسر، إذا عنا جهاب ذا اليوم في فريق الأول للترجي الرياضي التونسي، عنا دو جران جوار، تتشاف عنا دو جران جوار اليوم. ثم تزيرية، ثم ليبيا، اللي المستوى متاعهم كمستوى اللاعبين الموجودين في تونس، وأنا متيقن بإدارة فنية قوية وفاعلة في الترجي الرياضي التونسي ينجموا يخرجوا لاعبين خمسة مرات أقوى من اللاعبين اللي موجودين هنا. الوين نقول زاد هذا، وقت تشوف أنت ديما عندك الكولون فيرتيبرال متاع الفريق الوطني متكون من الفريق الأول، من الفريق الأقوى. اليوم أيضا ما عندناش فريق وطني، لأن الفريق الأول والأقوى واللي مسيطر كل السنوات الأخيرة هذه، العمود الفقري متاعو ماهوش من تونس. ونزيد نرجع أنه اللاعبين اللي موجودين اليوم في الترجي الرياضي التونسي من زيرية واحد وكل، شنية القيمة متاعه؟ وبعد جي أنت جي الحصيلة اللي هي أيضا مؤلمة برشا، معناتها نحن وهذه حقيقة البطولة الجزائرية أحسن منا ويكونوا خير منا أكثر من هذا. ليبيا اللي في حالتها متاع اليوم وبالحرب الأهلية وكل، ليبيا تخرج لاعبين، احنا نجيبوا في اللاعبين الليبيين، احنا نجيبوا في اللاعبين الليبيين. إذا هذه بالنسبة لي أنا نقطة استفهام كبيرة، نقطة استفهام كبيرة ياسر. نجيو متنا الحاجة زادة اللي عندها أهمية برشا ونختم، كي ركروت في الترجي، شكون اللي يقوم بالانتدابات؟ مش في الترجي برك، في الترجي وفي النجم الرياضي الساحلي وفي النادي الصفاقسي وفي النادي الافريقي، شكون اللي ينتدب؟ وقت تشوف احنا الكره نتاعنا وتشوف الفرق نتاعنا وتشوف الباركور نتاع اللاعبين وتشوف النتائج وتشوف الاحصائيات اللي نتكلموا عليهم، هذم من الواضح انه ما همش الفنيين اللي هما ينتدبوا واللي هما يفرضوا في السياسه الفنيه، وهذه كارثة بالنسبة للفريق الوطني، بالنسبة للفرق التونسية. لأنه اليوم نحن مثلا ما عندناش فريق وطني، تعرف ليه ما عندناش فريق وطني؟ حتى الأربع الخمسة كعبات اللي عندنا في أزمة. خزري هاك تشوف زاد هبط معناتها في النيفو، إليتي في بوردو كمان ومشى لإنجلترا ويلعب كان في سانتيتيان، تحب تكرا سانتيتيان وسانتيتيان شوف. اليوم البدري في أزمة، سليتي في أزمة،
المساكني ما نتكلموش على المساكني لانه موضوع كبير ياسر. موضوع المساكني موضوع كبير ياسر فريمون، موضوع كبير ياسر لانه سولوي كي كونسيديري معناتها الناس اللي يتصوروا انه اكبر لاعب تونسي باركور نتاعو ثلاثة لأربعة سنوات، ولو انه سامي تحبوا تذكر منتخب وصل نصف نهائي كاس افريقيا، ثاني احسن منتخب في التصنيف العالمي. اسمعني هذو النتائج. عايش خويا شوف اسمعني ولو انه خرجت بينا شويه على الموضوع نتاع لا مش خرجت بينا باش نكمل. شوف احنا في البلاد هذيا وصلنا مرتين فيناليست كوب دافريك وهزينا الكوب دافريك. اليوم مش يدخلوا في امخاخ الناس انه المرتبه الرابعه انجاز في كره معناتها لكره القدم التونسيه حاجه غالطه ياسر. اليوم انه يقولوا انه انجاز مشينا لكاس العالم الاخرانيه، احنا اخر كاس معناتها كاس العالم تاع 78 جبنا 4 نقاط وافيك ان جول ديفيرونس بوزيتيف. في كاس العالم الاخرانيه خرجنا من الدور الاول ولمينا 3 نقاط برك، وخلاف لمينا 3 نقاط الجول افيراج نتاعنا الي نيجاتيف. يلزم وقت نتكلموا على احصائيات نتكلموا على احصائيات حقيقيه. العشر سنوات الاخيره نتاع كره القدم التونسيه كارثيه على مستوى الفريق الوطني. قلت لك هاو الحصيله مرتبه رابعه، معناتها اليوم نحن تونس ولينا نفتخروا بالمرتبه الرابعه نقولوا المرتبه الرابعه انجاز. اليوم احنا اللي مشينا 5 ولا 6 كوب دو موند نقولوا ان ترشحنا لكاس العالم ولا انجاز. شوف يلزم الكلاسمون فيفا خرج شويه على الموضوع سامي. شوف شويه احنا فانين في الكلاسمون فيفا في افريقيا. شوف كلاسمون فيفا وقت تجيك انت تيراج سور تلعب افيك دي زيكيب دو دوزيام و دو تروزيام و كاتريام زون. الرسمي سي كون تو باس على كوب دو موند، الرسمي سي كون تو باس على فاز فينال نتاع الكاس الافريقيه. النتائج الرسميه نتاعنا المرتبه الرابعه ونعرفوا شنو صار في كاس العالم الاخرانيه. اذا ما تحكيليش على كل خلينا نرجعوا للموضوع اللي هو ترجي انيس العياري. دونك ترجي نحكيو شويه سامي، ممكن نحكي شويه عموميات، نحكيو شويه على ترجي فنيا. اليوم الاختيارات نتاع معين الشعباني، نحكي مثلا على بن حموده يلعب على اليمين مش في البلاصه نتاعو، لانه البارح بدلوا شويه في البلاصه نتاعو. اختيار حسين الربيع تقريبا الجمهور برشا انتقادات ليه، تقريبا استوفى كل الفرص اللي منحت له، في حين انه شاب كيما بن حميده ما اخذش فرصته كما يلزم في الوقت اللي مثلا فريق ميموني لاعب شاب وراك يهبط انه يستحق. شنو رايك في الاختيارات نتاع معين الشعباني في الفتره الاخيره هذه؟ بون قبل ما نحكي على الاختيارات جوست نقطة صغيرة مع سامي مش عارفين مع نحكي على ليزيترونجي اللي في التراجي وينهم الملاعبين لك ليزيترونجي في العوام الاخرين هما لازو التراجي. تشوف التراجي اليوم موجود عامين 3 سنين موجود في رابطة الابطال بقوة في كاس العالم الاندية لور ثم ديفيرينس نتاع ليزيترونجي نحبوا ولا نكرو. التراجي بوندون ليزانين الاخرين يجيو كونسر ولا زوز يغيروا نوعا ما مستوى التراجي كيما يانيك في وقت ما كيما البليلي زاد كيف هز التراجي. لكن تقول الى متى معاك اليوم تجيب ان فالور سور كيما البليلي ساكوت شيغ على الكلوب يخلص مليح من بعد تبيع من بعد جي. لكن اليوم مدرسه التراجي وين اسكو اليوم التراجي الفورماسيون نتاعو وين ولادو؟ تشوف المصراتي ميموني تراجي راهو تشوف المدير الفني نتاع التراجي هذه التونسي معناتها يخلص مليح يعني فوق ال 20 مليون يعني شهريه مدرب ناسيونال ا يعني شخرجت لي شعطيتني اسكو اليوم الى متى؟ انا ما نقول الظلم لكن الى متى الوليدات هذوما باش يقعدوا يعني يخدموا في لي جون ويجيهم الحلم اللي يحلم ينجم يكون في الاكابر من بعد يتعدى اوت خاطر موجود كوليبالي خاطر موجود ما نعرفش الشعليلي. اليوم يلزمك تمن بهم الوليدات هذوما الى متى التراجي؟ اكيد التراجي انه عقليه اخرى يلعب ديما يفيزي الشامبيونز ليغ بالشامبيونز ليغ باش يمشي كاس العالم الانديه باش يجيب موارد لكن يلزمك تعطي فرصه لاولادك ويزم انا فما بيز مو فما عم نوي بضم فما سنه المصراتي ماهوش كافي فريق ميموني ماهوش كافي ماهوش كافي. الترجي هذه والتونسي وما ادراك راه نحكيو على فورماسيون نحكيو على مدير فني في الترجي ساكوت 25 مليون انت عطيتني انت مش عطيتني على كل 3 سنين تعطيني زوز 3 ملاعبيه هذا غير كافي. نرجعوا للانتقادات على معين والاختيارات. اليوم كي تشوف التراجي يعاني بعد الكورونا اكيد 5 شهور راه مهم شويه من سياسه الشامبيونات يقف شهر ونص لكن 5 شهور ضرب الكشف انه الملاعبيه نتاعنا في وقت الكورونا غير لاوروبا. اوروبا رجعت المانيا في سايزون رياجي لي ديربي تشوف الشوك تشوف لي ريتم تشوف النسق تشوف الماتشويت الافيل معناتها فان سيزون رايعه برشا يعني تشوف دي ديربي حاجه اخرى. احنا اليوم نعاني واليوم ما نجموش نعملوا 20 دقيقه الافيل اليوم ثم لا مستوى لا ثم تقول هجمه بهجمه بعاد يسرع على المستوى هذا دليل العقلية نتاع الملاعب التونسي اللي هو بعيد برشا على الاحتراف خاطر انت في 5 شهور في الكورونا شحال ضرت كنت نجم سامحني جوست انيس دقيقة برك تو احنا جوست
ننتقدوا في معين الشعباني. لا انا مازلت ما انتقدتش. لا لا جوست لا 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 ننتقدوا ننتقدوا ما انتقدتوش انا مساتي راهي بوتيت انترفونسيون. وانت خويا جوار اللي تربح في 30 و40 و50 و60 و70 و80 و100 مليون هذا وينك؟ هذا اللي باش نحكي عليه انا. اليوم في خمسة شهور نتاع كورونا انت كملاعب بروفيسيونيل وتعرف القانون نتاع الفيدراسيون عندك 50% وعندك غدوه كيما تخلصك جمعيه كيما المرزوقي كيما اكس يتكلم ويقول حقي. انت في خمسة شهور نتاع الكورونا ضربت فيهم شهرين الريق خرجت هكا. يحب لك شهر ونص شهرين باش تعاود تنحيك الميزانه ذاك ومن بعد باش تعاود ترجع الفورمه نتاعك الفيفاسيتي وترجع برشا حاجات الكوره راي يعني يزمك تعطيها. اليوم نشوف الملاعبيه في وقت الكورونا يذولي الناس الكل استغلوا الفرصه ذيك للراحه نوم قاعدين. ثم ملاعبيه في اوروبا اللي فورم نتاعهم في الدار دي بسكليت اذا ما جريش يعمل لي زبدي مينو تقاعس كبير وكسل من الملاعب التونسي. هذاك اليوم علاش قاعدين نعانيو وهذاك علاش المستوى نتاع البطوله نتاعنا وصل هكا. نرجع لمعين. شوف معين اليوم تحب ولا تكره في وضعية خايبة برشا لا يحسد عليه. التراجي ما تحسنش أداؤه محير ونرفزة كبيرة من رئيس التراجي ذولي في مباراة شابة على الأداء تاع الفريق. اليوم كي نحكيو على أداء الفريق نتاع التراجي الرياضي التونسي ما نجمش نقول كان معين السبب في الشيء اللي موجود. ما يلزمش معين يكون طرف ويكون الكبش الفدائي اليوم في الوضعية اللي فيها التراجي أداء رغم أنه بطل. لكن جمهور التراجي موش يحكي على لقب يحكي على مستوى. خاطر الترجي الرياضي التونسي تفوت عديد الانديه بالزاد البشري نتاعك بالعقليه نتاعك نورمالمون تكون بيرفورمون وتفوتهم برشا. اليوم هذا ما ريناش. رينا الشابه في المنزل نجم توقف الترجي. رينا سليمات نجم توقف الترجي. رينا برشا جمعيات كيلعب كنت الترجي احرجت فريق الترجي الرياضي التونسي. اليوم نقول معين من الناحيه الفنيه وعدم استقرار التشكيله. لكن من بعد نقول سؤال رغم انه معين صديقي وكان ملاعب معايا ونعرف عقليته وعنده شخصيه قويه انتدابات الترجي الرياضي التونسي بالكم هذا نجي ونعملوا احصائيات اليوم ناخذوهم فردا فردا وناخذوا لي ستاتستيك خاطر راهو اليوم كره القدم علم صحيح ثم دي ستاتستيك. نجي نشوف بن ساحل الملاعب هذا ساكوت شيغ على كاس الترجي الرياضي التونسي اعطيني لي بيرفورمانس لي اسيست نتاعو البونتويت وقتاش كان حاسم. هذا سؤال محير ابار بن ساحل مزيان اللي جبته من اصابه وفي فريق الترجي الرياضي التونسي لازمك يعطيك تو تو مزت ما لقيتش بن ساحل. اليوم الشتي دو دوبا ما عدا بدران باقي الكل فما ما عدا بدران كوامي اليوم ملاعب ممكن نبدا بالكدا نشوفه ملاعب صغير مازال ما دخلش في جو الترجي. اليوم تحبونا الملاعبين اللي بشخوهم انت من الشامبيون نتاع تونس مؤكد وانا نقولها لك على ضمانتي حتى ملاعب ما تاخذوا من جمعيه في تونس باش ينجح في الترجي لازمك تعرف حاجه سلام البريسيون موجوده في جمعيه الترجي الرياضي التونسي لازم ملاعبيه عندها كاريزما وعندها شخصيه قويه. خاطر في وقت ما نحكيو على دومي فينال شامبيونز ليغ نحكيو على ماتش في مازمبي تستحق فيه كما نقولوا احنا ملاعبيه دو كاركتير ملاعبيه عندهم شخصيه كبيره باش نجموا نعديو لي مومون صعاب. انت داب النقاز نشوفه ناجح انت داب المرزوقي دودو با خاطر مانيش برشا خاطر المرزوقي في نادي الرياضي الصفاقسي اكيد انه ملاعب محترم لكن ماهوش حاسم الترجي يستحق. المرزوقي شفته في التصويره وقتها مصحح مع سي حمدي المدب ثم 4 5 كيلو زاد هو اسمن من حمدي المدب لا اكثر برشا اليوم شو نقول انا ثم موضوع محير برشا نختمنيته في انتدابات الترجي. هل الترجي الرياضي التونسي ينجم يصنع فارق في انتدابته في قدوم ملاعبيه كالبلايلي؟ علاش نقول البلايلي يصنع الفارق يعني كنجان يصنع الفارق. اليوم الترجي في انتدابات ويزمو برشا مراجعه كيفيه انتداب الملاعبيه وعلى انا كريتير تختار الملاعبيه ذوما. يقعد الترجي الرياضي التونسي في ازمه يعني كما نقولوا احنا فنيه ازمه نتائج بما انه بطل تونس لكن هذا غير كافي وذولي برشا نقد يعيش فيه معين معناتها اون فافوار ثلاثة ماتشات هل سيتحسن مردود التراجي ومن بعد ثلاثة ماتشات هذوما ممكن اداره التراجي عندها راي اخر. باهي قبل ما نجيك سامي نختم معك على الترجي وحبيت طلبت الكلمه بتحكي على الترجي نكمل نسال خالد السويسي هل مهم في الفرق الكبيره خالد انه النتيجه تكون مرافقه الاداء يكون مرافق للنتيجه والا انا اقول لك عندي نتيجه وبطل تونس وما يهمنيش في الباقي؟ لا يلزم معناتها على كما كانوا يحكيوا الاخرين معناتها الحجم نتاع الانتدابات اللي في الترجي الرياضي التونسي يفرض عليك انك توري لعب ونتيجه. معناتها اذا كان تجيب لي ملاعبيه بالقيمه التسويقيه هذيك والفلوس هذيك وخمسه وسته يترونجي في 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 كيب معناتها انت طالب منهم الفلوس معناتها باش يكون خير من اللي موجود عندك معناتها خير من الملاعبيه اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجروب هذاك ولا خير من الشبان اللي موجودين عندك. جوست حبيت نعقب شويه على انيس على جون
أنيس أنت تعرف لي جرون كلوب معناتها يعملوا برشا على إذا كانت تعدى بالي أو كيما ترجي الرياضي التونسي تعدى بالي نتاع نتاع شامبيونز ليغ ونتاع واحد ما عادش باش يعمل برشا على الأولاد نتاعو. دونك فوالا إكزاكتومون. دونك وإذا كان ملاعبية صغار إذا كان كيما راهو توا الميموني ولا رينا عملناه بن رمضان معناتها إذا كان ما يبداش ملاعبي معناتها كيما نقولوا ظاهر ظاهر فلتة ينجم ياخذ فرصته سينو الاخر كله راه ما ينجمش ياخذ فرصته خاطر اذا كنت عديت ثم ملاحظه سامحني هوني نقاش ثم ملاحظه مهمه برشا انت وقت تقول معناتها اللاعب ما ينجمش ياخذ اللاعب ما ينجمش صغير ما ينجمش ياخذ الفرصه نتاعو في فريق كبير إيه؟ دابور في الفرق في الفرق الاخرى وقت يبدا ملاعبي ياخذ الفرصه نتاعو. المشكله الاساسيه انه اللاعب اللي يكون في اوروبا وقت لاعب مثلا تاع مانشستر سيتي ما يلقاش البلاصه نتاعو في مانشستر سيتي لانه الي باري بار دوتر جوار بالضبط يمشي يلعب في الشامبيون بلج والاخر يلعب في الشامبيون فرنسي والفرنساوي اللي ما يلقاش الفرصه نتاعو يمشي يلعب في يتحركوا جوارات يتحركوا هوني كان ما تلقاش الفرصه نتاعك في الفريق نتاعك توي باري ديفينيتيفمون بصفه نهائيه حتى كرويا حتى كرويه. تنفسر لك مش 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 الكل مش الكل سي سامي علاش خاطر فما لاعبيه اللي خرجت وصلت ليسبوار ولا خرجت ميز جونيور ومشيت عملت كارير ومن بعد ولات الجمعيه هي بيدها تشري فيها بالفلوس. دونك فما ملاعبيه من الملاعبيه ذوكم كما كان يحكي انيس لازم يكون عنده ملاعبي عنده شخصيه عنده كاريزما اللي ما يخافش اللي يخرج يتحمل مسؤوليته ماذا يقول لك انا ما نجحتش توا نخرج نمشي نعمل كما لازم يحطوا لازم ثم ستركتور اومان وتكنيك تحطوا اون كونفيونس علاش ماكش نجم يعمل هذا سامحني مش نجم يوصل لهذا يلزم اون ستركتور اللي تخليه ياخذ فريمون الفرصه نتاعو اسكو ستركتور اليوم سامحني جوست نكمل تعطيه الفرصه نتاعو ماشي نجم البيرس هذه هي شنو هي السؤال جوست سامحني في ثواني وسام ميسي في برشلونه في وقت ما 17 من بعد بعام ولا هيس في برشلونه على ظهر اليوم نحكيو برشا على لي جون وعلى الفورماسيون الساعه اليوم كاليتي نتاع ملعبيه ماهيش برشلونه خاطر ميسي ما نجم يكون حد شيء من غير خافي بن يستر لا عمل دي فيري خافي اي ما انا سامحني ميسي راه فلتر راهو ما مش وخافي بن يستر العمر العمر جوست باش نكمل فكره برك انا ومن بعد نجيو مع بعض كي تقول لي انت ملاعبي صغير نقول لك انا خويا الغالي راهي الكره ما فيهاش عندك ولا ما عندكش ملاعبي عندك كاركتير خاطر غدوه اليوم في لي جون في لي سبور ثم البوي ديز ثم العمي ديز ذاك صاحب لونترنور اما بعد ثم مرايه كبيره اسمها ليكيب سينيور ثم ناس ثم ناس تحكم ما عادش انت لابوك باش تعطي لونترنور لحد شيء راسك راس الجول يا عندك يا ما عندكش اليوم في تونس ما عندنا حتى كاليتي ها هو ذي علاش في لي فورماسيون تاع لي جون لي زونترنور الاكاديمي الايرانيو يجيبوا فيهم خويا مقصر عمرهم ما لعبوا كوره ما عندهم حتى علاقة في مونتاج 19 20 سنة ياخذ في 200 دينار يجي يعمل اوكيباسيون باش يعمل جو انت اليوم الباز كادي جونيور يلزمك تحط لهم ان تري بون فورماتور خاطر وقتها هو يلزم يتغذى كرويا هذا هو اللي ناقص نكمل جوست نكمل الفكرة نتاع خالد وبعد نجيك سامي ولا اسمع اسمع هذا معك في انيس في هذا انا معك مع الباز نتاعنا راهو خايخ على الاخر معناتها ما فما شيء ما فما خدمه ما فماش عباد اللي توجه كما قال سي سامي يعطيك الباز نتاعك ويوجهك ويوريك يوصل بالضبط دونك هذاك علاش كما حكيت انت بكري سلام على عبد على رير جوش قلت الربيع قاعد يلعب زاد كيف لهنا اذا كان ملاعب سامحني هاو الميمون ياخذ فرصته علاش الاخر ما خذاش فرصته خاطر اللي نتصور الاخر ما مش قاعد يوري في حد شيء مش قاعد مع لونترينمون ولا لا الميمون ياخذ فرصته لو كان جاي بنساحه في فورما ما يعطوش فرصته كان جاي البلايلي غادي والهوني ما ياخذوش فرصته اي ميكون نحكيو على الحظ نحكيو برشا حاجات إيه. ديدي تاي مربوطه ببعضها تنفسر لك اكثر حاجه تقول قايل علاش الجمعيات صغيره ما عادش تعطي جوارات راه الكره كلها مربوطه ببعضها الكره في تونس راي لي ديتاي دوما كل مربوطين ببعضهم لازم نفهموهم فين وما لازم نفهموهم في تونس عملت تيت 2013 انا حبيت نفهم فين وما هذا قلت علاش مثلا مجرين ما عادش تعطي سامي العروسي علاش وذرف ما عادش تعطي العيد الحمرون ما عادش تعطي طارق ثابت هذوما جمعيات صغيره قبل اللي هما كانوا باس وفورس كبيره للجمعيات الكبيره تو تشوف حمام لمف وما تعطيكش جوار ليسبيرونس كما قال ليس تشوف استاد وما تعطيكش جوار ليسبيرونس جمعية كبيرة في الناسيونال وما تعطيش جوار لا جينيور ولا كادي ولا اسبوار باقي في لومان هذايا نورمالمون رانا نحلوا ديبا في تونس ونقولوا نعيطوا للناس ونقولوا يا ولادي شنو ثم في الكرة التونسية شنو تبدل كل شيء موجود قبل كل شيء موجود تو شنو اللي تبدل تيرانات تبدلت حاجات لا ما تبدل شيء عفش نسلك شنو جرحة ثم الجرينتا ثم الرجلة ثم الروح عفش نسلك شنو اللي تبدل نعملوا نفهموا الفينومين اي شنو لقيت سام عملت تيت 2013 في الموضوع هذا وعملت وقلت اخويا انا نحب نفهم الفينومين هذا
جيت من اللي عملنا لي سونتر دو فورماسيون يا سيدك والكره تبدلت في تونس. الجمعيات الكبيره هذه من اللي حلت لي سونتر دو فورماسيون قلت انا من اللي حلت سونتر دو فورماسيون من 2009 ولا 2008 وتبدل كل شيء ولا 2007. شنو صار؟ صار انه عندك ملاعبي في دشره في جريسة ورجبل عمره ايكول ملاعبي تجيبوا لسبيرونس. عندك ملاعبي في دشره ورجبل في القصرين تجيبوا سياسيس. عندك ملاعبي في الكيب ناسيونال مينيم في ميغرين تفكوا الكلوب. ايش معنى اش تحب تقول سامي؟ ها باش نفهموا باش نوصلوا شوي شوي. نوصلوا وصلت لقيت اللي الكيب ناسيونال جينيور تاع تونس من 2008 ولا 2007 تقلبت ولات كلها لي كاترو جران كلوب. تلقى 18 جوار في الكيب ناسيونال جينيور ابشوفهم تو في نومين بالكدا وبشوفهم واش معناتها الديريكسيون تكنيك وبشوفهم واش معناتها شنو اللي صاير في الكره في تونس. لقيت اللي 18 جوار في تونس في الكيب ناسيونال جونيور اللي تويكه موجوده ولعبت في في الاخرى تلقاها في لي كاترو جران كلوب يفكوا ولا نفهم شويه من ريان الله يرحمه يفكوا يهزوا يشرو. سامي من المفروض ان وقت تفكوا خلينا نفسر لك تفكوا جمعيه كبيره خلينا نفسر لك شنو يصير خلينا نفسر لك شنو يصير يوم نفسر لك شنو يصير عاد شنو يصير شنو يصير كي لمينا لي ميور جوار لميناهم اللي هما قبل كانوا يتكونوا في جمعياتهم ويكور ويهبط سينيور ويطلع صغير 15 و16 و17 ويتكون حتى البري فورماسيون نتاعو تمشي صحيحه والفورماسيون تمشي صحيحه يوصل 21 22 يوصل للاسبوار نتاع ليسبيرونس وليسبوار نتاع الكلوب وليسبوار نتاع سي اس اس ويموت. باش نقول لك علاش الفرق ولات مقبره باش نقول لك علاش يموت او في الاسبوار. الاسبوار هذيك انا مسميها التريونغل دي برمودا يقتلوا يقتلوا الاسبوار تقتل الاسبوار تاع ليسبيرونس. قدامك كوليبالي بيفو راك ماكش باش تلعب قدامك خليل شمام 15 سنه راك ماكش باش تلعب قدامك سامح الدربالي 12 سنه راك ماكش باش تلعب 12 سنه قدامك بن شريفيه 10 سنين ولا 12 سنه راك ماكش باش تلعب قدامك جوار كبير في الاسبيرونس شنو لوجيك راه باش نمشيو عاد علاش الفينومين علاش باش نرجع لك باش نفهموا الفينومين الكل هو لوجيك راه لوجيك هو لوجيك اش عملوا في الاوروب تنقول لك في الاوروب اش عملوا البروبليم هذا كما كان يحكي فيه سامي العكريمي لقاو لي سوليسيون. دونك انا قدامي جوارات كبار في الاسبيرونس الميموني قلت لك جاه بنساحة بن رمضان عم ناول تضرب ظهر لي بيفو كوامي ما عادش تروحوا وعمل باس غالطه وجمهور قلق منه دزوا بن رمضان وظهر بن رمضان لكن من الاول ماشي كوامي وجايبين كوامي وبالفلوس وسوم عالي وذيك الكور هي خلينا نكمل قاعد الحظ تنمشوا للحظ جوار مشى مع حظ جوار مشاش مع حظ اما تلقاها واحده ولا اثنين ماكش تلقاها برشا. نوصلوا لقينا اللي الاسبوار هي تريونجل برمودا. انا نقول لك البروبليم الكبير انه زاد البروبليم الاخر الكبير انه العمر هذاك نتاع البوست لا بري فورماسيون هذاك يلزم موجود الكره وموجود هي الكره في الاصل هي دي مات تحل ايكواسيون دو مات ا بلس بي. انا عندي سؤال ليك راه هي شنو ايكواسيون ما تطولش خاطر عندي سؤال. مثلا انا كيف نلعب مع ميغرين لي ايكواسيون نتاعها ساهلين نجم نفضها باش نلعب مع ستا تطلع لي في لي ايكواسيون تف ان دو تف ان دو تروا تخرج بي. اما كي نمشي نلعب مع البرسا كونتر البرسا لي ايكواسيون صعب علي تدخل لك اكس كاري وغري كاري ودلتا ما نحلهمش يباهمشوني. دونك انا في الاسبوار تاع ليسبيرونس ماشي باش نلعب كونتر الاسبوار تاع القصرين وانا في لي كاليتي نتاعي لي ايكواسيون تاع الاسبوار تاع القصرين وتاع جيبس ما همش هما لي ايكواسيون اللي باش نلعب كونترهم في السينيور. دونك انا عديت عامين وثلاث سنين فابل ما تحسنتش اللي هي نورمالمون يكون التو نتاعك عالي برشا. البريزيدون تاع ريال مدريد هو في الاوروب يعملوا ليكيب دو ما يعملوش اسبوار يعملوا ليكيب دو ليكيب دو هي تحل البروبليم. اش معناتها ليكيب دو؟ انا مثلا جيت انا وحملت الكتاب وقلت لهم نادي امشي وقلت قبل فالي سامي اي هذا هو الكتاب نتاعي انا اش قلت انا في تونس؟ قلت انا باني نلعب اسبوار عنديش انا اونوتر شامبيونان نجم نعوض بها الاسبوار. اش قلت انا؟ قلت ناسيونال دو فيها باجه فيها مرسى فاقوى من الاسبوار تاع القصرين اقوى من الاسبوار تاع حمام لنف لانه الميور جوار في حمام لنف طلعوا سينيور ولا ثلاثه ولا اربعه باش يقعد لك الخايبين وانا باش نلعب كنت الخايبين راني ما تحسنش. اش قلت؟ قلت راهو تمشي تعمل ليكيب دو لي كاتر جرون كلوب بما انك انت لميت الميور جوار وحطيتهم عندك تمشي تعمل ليكيب دو تمشي تلعب في الناسيونال دو تمشي تلعب لو فري ماتش معناتها الماتش اللي فيه التوح الماتش اللي فيه الحق برشا فرق انت سامي يعني انت راك ايجويست شويه تعرف علاش ولا خليني نكون واضح معك خليني نتفاعل معك مثال انا باش نمشي معك امشي نتفاعل معك سامي انا بخليت مثال شراهو ناخذ ونعطيه واحد انت اليوم باش تهضم معناتها انت تو الاربع الكلوب هذوما يزومهم يسيطروا يزومهم يكونوا في القمه علاش خليني نكلمك على حسب الفكره نتاعك راهو انا باش نجاوبك اي علاش انيس
ثم دي كلوب اخرين باش تنحيهم من الميريت نتاعهم اللي عندهم لي موين اللي موجودين في ليغ دو. انت الاربع جمعيات كبار باش تحط اربع اخرين، يعني انت باش تضمحل انت اربع جمعيات اخرين اليوم في المستوى الثاني. انت اليوم باش تحسن مستوى التراجي. راني مش باش نجيك ديريكت للناسيونال دو، راني انا باش نبدا لك. انت اقترحت تو باش نجيك من 5 لل 4 لل 3 لل 2 ونجم نتيح نفوت لي بلاصه. يعني انا كيما في الاوروب راهو يعني نطلع لك كيما جمعيه، نطلع لك كيما ميغرين سي او تي، نطلع لك نطلع لك للتروا، نطلع لك للدو ومن بعد في الدو ما نقعد في الدو اذا كان الجامعه تعترف نقعد في الدو، واذا كان باش نتيح انا اضعف منك. ثم منظومه اليوم كرويه في تونس تخلي فرق معناتها يتدرجوا هكا نجم نعمل انا اللي ثم لا قلت لك ثم منظومه لا لا انا نعمل اليوم ثم منظومه كرويه في تونس تسمح لك بالتدرج هدايا اقبل المنظومه الكرويه تخلي سي او تي تخلط الأولانية وتخلي الرلوي وتخلي قروان وتخلي مش الكامل ونحكي في الموضوع فيزا فيزا في كلمة أنا عندي عندي سؤال سامي. احنا اليوم محلين في بلاد لا لا سامي العروس احنا اليوم نحلو نحكيو على وضعية الترجي الرياضي التونسي. هل انا باش نسألك غدوة كان كون انت مدرب الترجي الرياضي التونسي تعمل على الشبان والترجي الرياضي التونسي تعرف صعب التراجي، خليني نكلمك حاجة سامي اعطيني رأيك انت غدوة مدرب الترجي وجاتك فرصة باش تكون مطرير تاع الترجي، هل الكلام اللي تقول فيه في البلاتو اليوم وتجيك فرصه تعمل على الصغار؟ سامي مساج مساج جابوا بعد بعد بي بي سي نيوز وبعد فلاش شونج وبعد باش نحكيو على المقابلات الاخرين زاد مش كانت الاجي.